يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هل معنى ذلك أن ما خالفهم من الصحابة من خالف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يعد قوله مردودا؟ أنتم تعرفون قول الصحابي في الأصول، من الأصول المختلف فيها قول الصحابي، وهو حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، أما إذا خالفه غيره من الصحابة فلا يعتبر حجة، لأنه ليس بأولى من أخيه الصحابي الآخر، أما إذا لم يخالفه أحد من الصحابة فقوله حجة. نعم.